بعد الإبعاد القسري للمتظاهرين الذين صمدوا في مبنى السفارة الفنزويلية في واشنطن ل37 يوما، تجمع العشرات من الناشطين خارج السفارة احتجاجا. هدف المتظاهرين الذين أبعدتهم واشنطن كان محاولة حماية المبنى ومنع السلطات الأمريكية من الاستيلاء عليه وتسليمه لأنصار زعيم المعارضة خوان غوايدو، ما دفع بالعشرات إلى التظاهر لمؤازرتهم. يمكنهم القول إن الموضوع متعلق بالديمقراطية أو حقوق الإنسان أو أسلحة الدمار الشامل، لا شيء من ذلك صحيح. الشيء الوحيد الذي يهتمون به هو السرقة والنهب والسلب. هذه هي نتيجة الحرب ضد الاستعمار وضريبة الشعب الحر والمستقل. نريد أن نقول بوضوح ومن دون تردد، نحن ندعم شعب فنزويلا وحقه الشرعي ونؤيد الرئيس نيكولاس مادورو. ما تحملناه ليس شيئا مقارنة بما يعانيه الشعب الفنزويلي كل يوم بسبب التدابير القسرية الأحادية التي تستخدمها الولايات المتحدة. من واشنطن إلى سان فرانسيسكو، حيث تظاهر المئات من المناهضين للسياسة الأمريكية تجاه فنزويلا. نحن هنا تضامنا مع مجموعة حماية السفارات والناس والناشطين والمنظمين الذين أقاموا داخل السفارة الفنزويلية في واشنطن بدعوة من حكومة فنزويلا الشرعية. نحن هنا اليوم لإدانة دور الولايات المتحدة في محاولتها تنفيذ انقلاب في فنزويلا وإزاحة حكومة مادورو الشرعية. متحدين المطر، رفع المتظاهرون شعارات تطالب الولايات المتحدة برفع يدها عن فنزويلا والخروج منها، ومؤكدين شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.